تعلق والدة الأسير أديب مفارج المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر صورة ابنها على جدران هيئة الصليب الأحمر الدولي في رام الله، علها تكسر بأنينه حالة الصمت الدولي والشعبي. فأديب لم تمضي على زواجه بضعة أشهر حتى سجن إداريا دون تهمة أو محاكمة. بعاني من جميع أوجاع جميع جسده، بعاني أوضاع صعبة تقريبا 10 سنين، زل 10 سنين هو في الجامعة من كثر ما بعد تقلود الجيش الاحتلال. أديب عمره 28 سنة، قضى منهن 8 سنوات سجن، من 6 سنوات الاعتقال الإداري. نحن نتحدث عن منهجية من الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بالتعذيب، بالإهمال الطبي، بالعزل الانفرادي، بالحرمان من الزيارات وغيرها الكثير من العقوبات والإجراءات التي تتناقض كليا مع المواثيق الدولية والاتفاقيات جنيف الأربعة. يعلم ذوي الأسرى أن نقل رسائل معاناة أبنائهم في السجون الإسرائيلية قد لا يغير من واقع الحال شيئا، لكنهم يواصلون المحاولات، وفي كل مرة يخوض أسير فلسطيني جديد معركة الأمعاء الخاوية ضد السجن الإداري تظل الآمال معلقة بين الجوع للحرية واختيار الموت. هذه الإضرابات الفردية هي الوسيلة الوحيدة حاليا من أجل أن تخطأ إدارة مصلحة السجون والمحاكم العسكرية لأهداف الأسرى بتحديد سقف زمني للإفراج عنهم، وقد حقق كل الأسرى الذين أضربوا إضرابات فردية حريتهم من خلال هذه الوسيلة الفردية، رغم أنه ارتفع سقفها من ناحية الفترة الزمنية، حيث أن الأسير الصحفي محمد رقيق وصل إلى 94 يوما. 7 أسرى فلسطينيين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون إسرائيل، وصل بعضهم مرحلة الخطر مثل سامي جنازر الذي يواصل إضرابه منذ قرابة 70 يوما. فإسرائيل تحتجز أكثر من 700 أسير فلسطيني إداريا دون تهمة أو محاكمة من أصل 7500 أسير فلسطيني. في معركة الحرية يواجه الأسرى الفلسطينيون باللحم الحي بنادق وقضبان السجان الإسرائيلي، ففي داخل السجون الإسرائيلية هذا كل ما يمتلكه الأسرى الفلسطينيون، وفي الخارج أصوات ورسائل تنقل إلى الهيئات الدولية علها تصل إليهم، وهذا كل ما يمتلكه ذوي الأسرى الفلسطينيين. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله.